تشتيك من شوي حاسس بالبرد دوشة مع بيدفي قاعد على الأرض ذكريات عم بتنادي ايوه لا محل تمام كيف ما انا يعني شو فكرة مضغوص والله طب هيني جاي ربع ساعة يلا باي اخيرا ثلاثة اشهر وانا عم فتش يي قلت له بدي ربع ساعة امشي بدي نص ساعة هيك صغتي استنى وين درت الشغل مع انه شو اشتغل ويتر ويتر كتير مش عارف بتعب انا بسرعة استنضفتني يعني؟ ايه؟ ليش تطلع يعني؟ ممنوع الواحد يطلع يعني؟ في شي فيه مش عاجبك يعني؟ كلك مش عاجبني ايش مش عاجبك تطلعش فيه ماشي؟ هايثم زي ما استنيت نص ساعة ما اجاش وهالنص ساعة حتى انت ما طولش مع حدا زي ما سيبك مين تعرف هو شكيب ما خدتش اسمه زي واحد نحيط يعني هاصر مني شوي بلبس لابس لف حكاية هيك بنية على ابيض ها